تعليق على بعض الأحداث العالمية والعلامات حتى 12 يونيو 2018، أحلى أخبار أستاذ زرق، بتخلي نفسكم تتسد حياة سودة ربنا، بس صدقوني مش ده الهدف، الله يعلم. لا هدف الخدمة دي أضايق حد، ولا أقول لكم أخبار تجيب اكتئاب، ولا أخوف حد، الله يعلم. ولا هدف الفترة دي اللي بنختم بيها الخدمة بتاعتنا، بخصص لها آخر 3/4 ساعة ولا حاجة، هدفها الأساسي هو إن احنا نفتكر حياة اليقظة الروحية، هو ده الهدف منها. فالأخبار دي أو العلامات اللي أهلنا ربنا، واللي بنبتدي نرفع راسنا وننتبه، إن احنا هدفها إن احنا نذكر بعضنا بنحتاج لحياة الاستعداد. استعداد مش بس عشان المسيح جاي النهاردة أو بكرة، أمين تعالى أيها الرب يسوع، كلنا منتظرين ويجي النهاردة أو بكرة، لكن حتى لو كان هيجي القرن الجاي، أنا معرفش طول الزمان الأخير ده قد إيه، لكن كمان عشان قبل الظلمة اللي بتسبق مجيء ربنا. أعتقد محدش بيختلف معايا أن الظلام بيزيد في العالم، أقصد بيه الظلام الروحي طبعا، عشان يكون عندنا مصابيح، وأقصد بيها مصابيح روحية يكون فيها زيت كافي زي مصابيح ال5 عذارى الحكيمات، يكون يكفي نعبر الظلمة دي وننتظر حتى مجيء العريس ربنا يسوع المسيح. هو ده اللي أقصده، الظلام بيقرب، actually بيزيد، يبقى معناه العريس قرب، لكن هل هيكون عندنا القدرة إن احنا نعبر هذا الظلام؟ هل مصابيحنا الروحية مضاءة ولا لا؟ أو أي حد فينا حتى لو هيسلم وديعته في أي وقت وسط مشاغل العالم، هل كان ملتفت للمشاغل العالمية بس، ولا كان أيضا مركز على حياته الأبدية؟ بمعنى ما احنا محتاجين من الآن كلنا نذكر بعض، وكلنا نعمل بقوة، نستعد بالإيمان العامل، بالمحبة، بتنقية القلب، بثمر الخدمة، نجمع زيت في مصابيحنا عشان الظلمة والضيقة اللي اقتربت، واللي مش هيستعد لها قد يكون البعض زي 5 عذارى الجاهلات اللي ما كانش عندهم زيت يكفي عبور الظلمة بالكامل، فما قدروش يدخلوا مع العريس. هو ده اللي بقوله، أفضل أقول لنفسي ولحضراتكم استعدوا، انتبهوا، الوقت قرب، ارفع راسك لفوق، فوق من مشاغل العالم شوية، واستعد لأبديتك. لأن لو أي حد سلم وديعته ما أعتقدش هيكون زعلان إن هو كان مستعد. وما يهمنيش يتقال عني بتاع أخبار تسد النفس، كذب، إشاعات، بخوف، مش فارق معايا، في سبيل بس واحد يلتفت لحياته الروحية. أعتقد كتير ممكن يكونوا انتقلوا وما كانوش واخدين بالهم، دول ندموا، لكن عمري ما أعتقد حد كان عايش في حياته فعلا في يقظة روحية وانتقل في أي وقت وندم. ليه ربنا قال لنا علامات؟ قصد يقول قال لنا علامات كتيرة، حروب وأخبار حروب، تقوم أم على أمة، يفضلوا يهددوا في بعض، زلازل عظيمة، الزلازل تفضل تزيد قوي في العدد وفي القوة، تزيد في أماكن، مجاعات بسبب الجفاف وغيره وتقلبات الطقس، أوبئة، أمراض وإنفكشنز جديدة تزيد، مخاوف، أنواع مختلفة، يعني you name it، علامات عظيمة في السماء وعلى الأرض، في الشمس والقمر والنجوم، وعلى الأرض كرب، ناس تبقى خايفة من بكرة، يخشى عليها من خوف وانتظار ما يأتي على المسكونة، حينئذ يبصرون ابن الإنسان آتيا في سحابة بقوة مجد كثير. ليه ربنا قال لنا الحاجات دي كلها؟ ليه ربنا قال لنا هيكون على الأرض نار ودم وبخار ودخان البراكين؟ كل ده هيحصل قبل يوم الرب العظيم. واحد، عشان ما نخافش، لأنه ربنا عارف الحاجات دي لما هتحصل العالم ممكن يكون خايف، لكن ولاد ربنا قال لهم ده هيحصل عشان ما تخافوش، فقلتكم قبل ما يحصل عشان ما تخافوش، انظروا لا ترتاعوا، لأن لابد أن تكون هذه كلها، وزي ما قال لنا معلمنا بطرس، أما خوفهم فلا تخافوه. 2، علشان نؤمن في زمن ازداد جدا محاولات التشكيك في إيماننا، خاصة إيماننا المسيحي، قلت لكم الآن قبل أن يكون حتى متى تؤمنون. طب نؤمن لإيه؟ نؤمن لأنه مستحيل أن دي تحصل بالصدفة، والوصف الدقيق اللي ربنا قال لنا هيبدأ يحصل في الزمان الأخير. No way أن حد يتخيل سمك البحر ينزع وينزع بالطريقة دي. No way أن حد يتخيل أن طيور السماء تتساقط بهذه الكسرة وفعلا يحصل في نفس الوقت. No way أن حد يتخيل أن أوبئة جديدة تطلع. قعدنا 6000 وشوية سنة
ما فيش أوبئة جديدة، وفجأة بدأت تظهر أوبئة جديدة. نؤمن لما نلاقي الزلازل بدأت تزيد بطريقة غير طبيعية، نؤمن لما نلاقي البراكين زادت بطريقة غير طبيعية، نؤمن لما نلاقي تساقط الأجسام الفضائية في الغلاف الجوي زاد بطريقة غير طبيعية. ما ينفعش يحصلوا كلهم بالصدفة ويكون ربنا قال لنا كل ده هيحصل في الزمان الأخير. فإزاي يكون هذا الكتاب مؤلف محرف مش مكتوب بالكلام الكتير اللي بيتقال وربنا اللي يقول لنا عليه بيحصل قدام عينينا؟ ده ما ينفعش يكون بالصدفة. فهدفها تزداد ثقتك وإيمانك في هذا الكتاب الرائع اللي منتهى الدقة اللي مفيش كتاب آخر يوازيه. فقال لنا قبل ما يحصل عشان لما يحصل نؤمن، وأنت بلا عذر أيها الإنسان اللي ما يؤمنش، اللي قاعد يقول لك هتقولي دليل على ربنا، طب تعمل إيه أكتر من كده؟ والحاجة الثالثة، وهي ده بقى بالنسبة لي الأساسية علشان حياة الاستعداد، زي قالوا متى ابتدأت؟ تكتمل إمتى؟ ما ليش دعوة، في أيام، في شهور، في سنين، في قرون، I don't care. لكن ربنا قال لنا متى ابتدأت؟ ترفع راسك، ارفع راسك لفوق، لأن خلاصك اقترب، استعد. ليه؟ لأن ربنا عارف الزمان ده مش هيكون زي زمان جدودنا اللي كان عندهم سلام، اللي كان عندهم بركة في الوقت، اللي ما كانش عندهم تلفزيون فكانوا يقدروا يرجعوا يتكلموا مع بعض في حاجات ربنا، في الكتاب المقدس، في القصص الروحية. دلوقتي العالم عصر السرعة اللي مش عايزك حتى تفوق لحظة. هترجع البيت التلفزيون يشغلك، طب حتى في الطريق السيلفون يشغلك، طب حتى في الشغل ما تقدرش ترفع عينك من على الكمبيوتر، ما تقدرش تفوق لحظة في 24 ساعة تفكر في ربنا وفي عمله في حياتك. هو ده اللي عايزك العالم تعمله. فربنا قال لك خلي بالك الحاجات دي لما تحصل، فقط بذكرك ارفع عينك من على السيلفون، ارفع عينك من على الايباد، ارفع عينك من على الكمبيوتر وبص للسماء، ارفع عينك من على التلفزيون ومسلسلات رمضان وبص لربنا فوق اللي هتقابله بعد زمن ما. ربنا يبارككم. العلامات اللي قالنا عليها ربنا واللي بتتحقق بمنتهى الوضوح أو بدأت تتحقق بمنتهى الوضوح: منطقة تهتز من صوت انفجار قوي جدا، وهو غالبا نيزك انفجر، وده من ووتشرز قدام حضراتكم الخبر على الشاشة، وفعلا يتزايد جدا تساقط الأجسام زي ما قال لنا نجوم السماء تتساقط، فعلا الأجسام السمائية بتتساقط للغلاف الجوي بكثرة. بس بصوا في الأسبوع ده، بس احنا مش هنتكلم على قرن، احنا هنتكلم على أسبوع، بصوا كمية الأجسام الفضائية أو السماوية أو اللي هي أسترو اللي هي ترجمة نجوم، كم واحد وقع في الغلاف الجوي. يوم 7 يونيو سقطت 20 كرة نارية من السماء، أهو ده ريبورت بتاع ناسا 20. يوم 8 يونيو سقط 17 كرة نارية. يوم 9 يونيو سقط 22 كرة نارية. يوم 10 يونيو سقط 35 كرة نارية. وامبارح 11 يونيو سقوط 50 كرة نارية في يوم واحد. ينفع يكون الكتاب المقدس بيقولها بالصدفة؟ إن ده هيحصل في الزمان الأخير وتحصل بالطريقة دي؟ طب يمكن بالصدفة، يمكن. هل ينفع في نفس الوقت اللي يتزايد فيه تساقط أجسام السماء فعلا يكون أمواج البحر بتضج والعواصف بتموت في الناس في الأرض؟ الطقس: عاصفة أسقطت برد وصل بعضه في حجم كرة البوسبول في شمال تكساس، سبب خسائر كثيرة. كان بيحصل؟ آه بيحصل، لكن ما كانش بيحصل بالكثرة دي والتتابع ده. عاصفة مرعبة تضرب بريطانيا تسقط برد كبير، ده في نفس الأسبوع، ده مش في نفس العشر سنين، ده في نفس الأسبوع. برد كبير وثلوج وبرق ناري، آدي المنظر قدام حضراتكم. عاصفة رعدية قوية تقتل 26 شخص، الأرض فعلا بقت تاكل سكانها، وده من The Time of India. هيريكين برد في طريقه لضرب المكسيك وجنوب أمريكا. جفاف شديد في نهر دجلة بسبب ما تفعله تركيا من سدود. مش ده برضو قال لنا عنه الكتاب هيحصل في أواخر الأيام
قبل حرب جوج وماجوج واللي جايين من الشمال. شهر ده نهر دجلة ده اللي كان يسمى سابقا النهر العظيم. شهر مايو كان أحر شهر مايو عبر على أمريكا في 124 سنة. حرائق كولورادو تتضاعف والإجبار على إخلاء 2000 منزل، ده من ذا ويذر تشانل. ويحصل إن في نفس الوقت بالصدفة اللي زي ما قال الكتاب هتزيد تساقط النجوم أو الأجسام الفضائية، واللي هيحصل فيه أمواج تضج كثيرة، قوم إيه بالصدفة برضو قال الكتاب هتزيد فيه الزلازل. وركزوا معايا في الزلازل بتاعة الأسبوع ده، لغاية سنة 2007 و2008 كنا بنتكلم على 30 زلزال مهم في السنة، ركزوا معايا. اللي هقوله لكم عدد الزلازل اللي حصلت كل يوم من متوسط وقوي، بس مش هذكر الضعيف، متوسط وقوي. ده مش بس ما هو 2007 و2008، ده حتى لما ابتديت الخدمة دي من أكتر من 3 سنين، لما كنا نلاقي حصل 30 زلزال في يوم واحد كان بيعتبر زادت جدا الزلازل، وده بإقرار من يو اس جي اس. طب تابعوا اللي حصل الأسبوع ده، ولو أنا غلطان اطلعوا قولوا لي غلطان، ولو ما كانش ده منتهى الدقة بتاعة الكتاب المقدس اللي قال هيحصل في الزمان الأخير غلطوني وأنا أعتذر. تابعوا معايا الأسبوع، يوم الثلاث اللي فات ما حصلش 30 زلزال، لا ده حصل فيه 81 زلزال، ده في يوم مش في سنة، ده من يو اس جي اس ان وان داي، 81 زلزال في يوم. يوم الأربع اليوم اللي بعده تاني يوم حصل 175 زلزال في يوم، يوم واحد أهو in one day، ما بين متوسط وقوي. أنتوا متخيلين؟ الأرقام دي ما كانتش بتحصل في سنة مش في يوم، وتتكرر في نفس الأسبوع. يوم الخميس رجعنا 20 زلزال أو 10، لا 138 زلزال في يوم واحد. يوم الجمعة 169 زلزال في يوم. يوم السبت 176 زلزال في يوم. يوم الحد 183 زلزال في يوم. يوم الاثنين 172 زلزال في يوم. ايه رأيكم؟ لو ما ده ما كانش تسمعوا عن زلازل عظيمة، زلازل تزيد في العدد وفي القوة، امال ده اسمه ايه؟ معلش يمكن انا جاهل على قدي، امال ده يوصف بايه؟ ويحصل في نفس الفترة الزمنية اللي بدأت تزيد فيها تساقط الأجسام أو النجوم السماء، وفي نفس الفترة اللي بدأت تزيد فيها أمواج البحر تضج. الأسبوع ده بس حصل فيه زلازل متوسطة وقوية أنا رقم عمري ما سمعته في حياتي، وأنا مش بهرج ولا ببالغ. الأسبوع ده بس حصل فيه في 7 أيام، وده من يو اس جي اس، ما بين متوسط وقوي 1123 زلزال in one week. ده مش في قرن، ده في أسبوع، ده في أسبوع، ومن يو اس جي اس. أنا بتابع الأرقام دي أسبوعيا وبقدمها لحضراتكم وارجعوا على الموقع أكتر من 3 سنين، بتكلم على تعليق على الأحداث، وبحثت ما هو قبل ذلك وطلعت، يعني دققت قوي طلعت عيني فيها، وعمري ما لقيت أسبوع حصل فيه أكتر من 1000 زلزال. دي أنا ما شفتهاش حصلت قبل كده. الغريبة وكالات الأنباء إياها سي إن إن والكلام ده طبعا مهتمة بالممثلة الفلانية والرويال الفلاني، وما بتتكلمش على الحاجات اللي بتزيد دي. منهم زلازل قوية 85، ده أسبوع، ده مش قرن، ده أسبوع. زلزال بقوة 5.5 ريختر يضرب بركان هاواي الأوريدي منفجر، ده برضو من يو اس جي اس.
هاواي اهتزت بمقدار ما بين ضعيف ومتوسط وقوي 12,000 زلزال في 30 يوم. أنا أكشولي لما حبيت أطلع، يعني طلع معايا 1100 وي زلزال في أسبوع متوسط وقوي، حبيت أشوف ضعيف متوسط وقوي، الويب سايت ما قدرش يديني الرقم. بسبب حمم هاواي، الدخان ده يسبب طقس شتوي في الصيف في هاواي. هل كان يحصل بركان بالقوة دي يعمل الطقس ده؟ آه بيحصل، بس ما كانش بالتكرار ده كله. تيار من الزلازل أسفل بركان كبير خامل بين شيلي وبوليفيا، وده من واتشرز. ثامن نشاط في بركان يلوستون في 3 شهور تخيف العلماء. البراكين، انفجار آخر لبركان غواتيمالا أباد 36 أسرة وما سابش منهم حد، ربنا يرحمهم يا رب. عدد الوفيات وصل لغاية من يومين فاتوا، وصل إلى 62 شخص و300 جريح من بركان غواتيمالا القاتل حتى يوم الثلاثاء. حتى يوم الخميس وصل عدد الوفيات 75 و200 مفقود وإصابات وتدمير كثيرة جدا. لحظة واحدة. إيه رأيكم؟ ده من بي بي سي نيوز. انفجار بركان تاني في غواتيمالا بعد أن البركان الأول قتل تقريبا 100 شخص. يعني مش ده وصف الأرض بتاكل سكانها؟ ومش ده الدخان اللي قال عنه سفر أعمال الرسل؟ بركان كيلاويا يسبب مجال مغناطيسي عكسي الاتجاه ويجعل البوصلة تتحرك بجنون. فعلا الأمواج تضج، البحر فعلا منزعج، ده من USGS. الحمم البركانية تدمر منازل كتيرة في هاواي بما فيهم منزل العمدة نفسه المير ومئات المنازل في هاواي أو هوائي. وصل عدد المنازل اللي دمرها إلى 600 يوم الجمعة، ويعتبر أكبر انفجار سبب خراب في العصر الحديث. علشان ما صدعكمش بكمية البراكين النشطة في العالم، ده مش بنتكلم عليه البراكين اللي نشطت في 10 سنين ولا في سنة، دي البراكين النشطة في نفس اليوم. الخريطة اللي بعمل لكم فيها أبديت كل يوم، كل أسبوع، كل دي براكين نشطة في نفس اليوم، يوم 10/6، يوم الحد اللي فات من فولكينو ديسكفري، اللي لونها أحمر in eruption، اللي لونها أورنج minor activity. مش ده اللي قال لنا عنه الكتاب المقدس هيحصل دخان كتير في أواخر الأيام قبل يوم الرب العظيم المخوف؟ مئات الطيور تقع ميتة من السماء في روسيا. الخبر ده لما حصل دلوقتي تقريبا داخلين على من 7 8 سنين، كان عجوبة من الأعجيب، ولما قال لنا عنه الكتاب المقدس محدش كان يصدقه. دلوقتي قدام عينينا بيحصل، بقينا نسمعه مرة كل أسبوع تقريبا. ملايين الحشرات الطائرة تهاجم منطقة بلو هيل وتسبب مشاكل للطرق والقيادة. وفي نفس الوقت بالصدفة البحتة اللي زادت فيها نجوم السماء اللي تتساقط، واللي زاد فيها ضجيج البحر، واللي زاد فيها الزلازل، واللي زاد فيها الدخان جدا قبل يوم الرب العظيم المخوف، تزيد فيها الأوبئة.
انتشار الإيبولا وتعدي قسيس بعد هروب مرضى من الحجر الصحي. أمريكا تخلي العديد من القنصلية بتاعتها في الصين بعد انتشار مرض غريب فيها. بينا نسمع فعلا عن أوبئة جديدة، أوبئة يعني غريبة. انتشار الحصبة في رومانيا يقتل عشرات الأطفال. السالمونيلا تنتشر في وسط غرب أمريكا من خلال البطيخ المتقطع وتصيب 60 شخص. خبر كده جانبي، معدل التطعيم بين أبناء الأثرياء في أستراليا خاصة أقل من المعدل الطبيعي بكثير. ليه يا ترى؟ ليه الناس المتعلمة والمثقفة والغنية والمقتدرة بقت دلوقتي الأيام دي خايفة تطعم ولادها؟ ويستمر في الانخفاض، وطبعا دول مش قادرين يجبروهم بالقوانين الجديدة الإجبارية اللي عملوها في أستراليا، نو جاب نو باي، مش هتطعم ولادك، مفيش دعم للأطفال دول، بقى مش مهم الدعم في سبيل ولادنا ما يتضربوش بالأمراض الغريبة. انتوا عارفين ان دلوقتي في يعني نسبة مرتفعة من أولياء الأمور، خاصة مثلا في المرض اللي هو الأوتيزم، بيقولوا الأطفال أصيبوا بالأوتيزم بعد الثلاثي الـ MMR. وأنا مش ضد التطعيمات، أنا ضد الاستخدام الخاطئ هذه الأيام للتطعيمات. مفيش فرصة لمناعة الطفل تنمو. التطعيمات الجماعية اللي تودي الطفل ومناعته في داهية، اللي تضربه للأبد. ادي فرصة للأطفال تنمو المناعة، ادوهم التطعيمات في الوقت المناسب، وتطعيم واحد في الوقت، وأيضا ما يكونش attenuated، يكون ميت، ما تدخلش فيروس حي بحجة ان هو ضعيف في جسم طفل يبهدله، حتى لو احتمالية يعمل الكلام ده نسبة 5 ولا 10% بس. 5 ولا 10% دول أطفال مش حيوانات. anyway مش موضوعنا الآن. وفي نفس الوقت يزيد التهديد بالحروب، أخبار الحروب. بوتين آسف يحذر أن الحرب العالمية الثالثة هي ستكون نهاية الحضارة البشرية، طبعا من المستوى التسلح اللي وصلوا له. تايوان تقوم بتمثيلية حربية تشبه فيها التصدي لهجوم صيني بسبب اشتعال الموقف في المنطقة. ده من ياهو نيوز. الكشف عن برنامج سري لذكاء صناعي للبنتاغون لاكتشاف أسلحة نووية مخبأة. ده منها آرتس. كوريا الشمالية تستغل تكنولوجيا أمريكية في هجمات إنترنت تدميرية، في نفس الوقت اللي بيقابلوا فيه ترامب وسلام ودينيكلورايزيشن والكلام ده كله، هم في نفس الوقت بيزودوا الهجمات الإنترنت. هاكر صيني يتمكن من الحصول على معلومات حساسة عن غواصات حربية أمريكية. الصين تمنع البحث في الإنترنت عن الموضوعات التي تنتقد كيم جون أون رئيس كوريا الشمالية. ما يهمنيش رئيس كوريا الشمالية في حد ذاته، ولكن أصبح الوسائل الأخبار بتقول لنا بوضوح إنه الدول والأجهزة والبرامج زي جوجل وفيسبوك وغيره بيقدروا يتحكموا انت تشوف ايه وما تشوفش ايه، بدل ما يكون في مواقع بتتكلم معه وبتقدم أدلة معه، ومواقع بتتكلم ضد وتقدم أدلة ضد. هما مش عايزينك تسمع الضد، يحجبوا مواقع الضد، تعمل سيرش ما تطلع لكش، تتخيل انه اجماع على الأدلة اللي معه، زي مواقع التأييد الإلحاد وتأييد التطور، زي مواقع تأييد الشواذ، تدور تلاقي كله يؤيد التطور، كله يؤيد الشواذ، كله يؤيد، وما يظهر لكش المواقع العكسية اللي بتقدم لك أدلة حقيقية على العكس. ما بقيناش في حيادية، ما بقيش في عصر حرية التعبير، ده انتهى لو مش واخدين بالكم. عشان كده ما تصدقش اللي بيتقال على النت، وما تخليش ولادك يصدقوا كل حاجة بتتقال على النت.
ترامب وكيم جون اون في سنغافورة في لحظة تاريخية اتقابلوا فيها مع بعض، وطبعا عارفين القصة ده من وكالة رويترز. إسرائيل تشترك مع حلف الناتو في تدريب عسكري للمرة الأولى، ده من The Time of Israel. نتنياهو سيتجه لأوروبا ليتكلم عن إيران، ده برضو من The Time of Israel. خمائني الإيراني يحذر أوروبا من كابوس نووي. شكرا، وأنت يعني فعلا تمتلك أسلحة نووية؟ أمال الرئيس إيران بينكر ليه؟ أيضا خمائني يقول إيران ستضرب 10 أضعاف لو ضربت من الأعداء. وزير الخارجية الإيراني يقول سنقف ضد أي مضايقة أمريكية. يعني لما بيقولوا الاتفاقية ممنوع تصنعوا فيها أسلحة نووية وأنتوا بتصنعوا أسلحة نووية وتقول ده مضايقة أمريكية، بولينج. أوروبا تحت ضغط بسبب إن إيران اقتربت بالفعل من الخط النووي الأحمر، ده بقرار خامنئي نفسه، بس أوروبا وقفت ضد أمريكا وكملت في الاتفاق النووي الإيراني واكتشفت إن إيران فعلا مكملة في تخصيب اليورانيوم. أيضا إيران تستعد لتكميل أنشطتها النووية لو فشل الاتفاق النووي مع أوروبا، ما هي اوريدي مكملة. بل إيران تعلن أنها تتقدم في إنتاج اليورانيوم المخصب. طب ما ده بتاع القنابل النووية، ده من قاروص شبه. روحاني يطالب بمظاهرات كبيرة فيما يسمونه يوم القدس، ده برضو من قاروص شبه. وزير إيراني يقول يوم القدس هو يوم محاربة الكذبة التي اسمها إسرائيل. الأسد رئيس سوريا يقول روسيا وإسرائيل لا يوجد بينهم تعاون مشترك. الغزاوية يستعدون للهجوم على حدود إسرائيل فيما يسمى باحتفالهم بيوم النكسة. يهجموا على الحدود بتاع الدولة، لما الدولة تدافع يصاب منهم البعض، يطلعوا يصوتوا ويقولوا ضربونا عورونا قتلونا. طب هجمتم ليه؟ حماس تعلن أنها ستستمر في القتال حتى تحرر أورشليم. زعيم حزب الله يهدد إسرائيل بأن يوم الحرب العظيم قادم، ده The Time of Israel. إسرائيل تضطر أن تستدعي آلاف من الاحتياط بسرعة استعدادا للحرب بسبب تحركات جنود حزب الله وإيرانيين على حدود سوريا مع إسرائيل، ويرتدون ملابس الجنود السوريين. خلي بالكم بيمثلوا إن هم بيلبسوا ملابس سوريين عشان يبقى اللي بقاموا بالحركة دي جنود سوريين. الحضانات وابتدائي في فلسطين تعلم الأطفال كيف يسخروا من ويخطفوا ويعدموا اليهود، حاجة صعبة فعلا، زرع الكراهية في قلب الأطفال بهذا المنظر. توقعات بأن ملك الأردن هيرفد رئيس الوزراء بسبب تزايد المظاهرات، طبعا انتوا عارفين ان اللي بيحصل في الأردن والمظاهرات الصعبة اللي فيها. مسلمين يهجموا على مواطن يهودي في المترو، فين؟ في برلين. ده برلين اللي دخلت المسلمين. ليه؟ لأنه بيسمع موسيقى يهودية. إيه رأيكم اللي يجوا بلد ويبتدوا يعتدوا على المواطنين اللي فيها؟ المسلمين دول مش بتعود تعايش، ولا أقصد الكل، أقصد المتعصبين منهم. النمسا تطرد 44 إمام مسلم إرهابي وتغلق 7 جوامع، أخيرا دولة يمكن تكون ابتدت تفوق من أوروبا. أردوغان يتوقع حرب بين الصليب
والهلال بسبب إغلاق جوامع في النمسا. أخبار عامة اللي كانوا بيتكلموا على تزايد الأعمار: الانتحار أصبح عاشر سبب للوفيات في أمريكا، متخيلين؟ ده اللي بيحصل دلوقتي في العالم اللي بدأ يسيب ربنا، بيسيب ربنا بيتخلى عن الحياة وبينتحر لأنه مفيش أمل. أكرر مرة تانية: الإلحاد لا يزيل الأمل، آسف الألم، الإلحاد يزيل الأمل، أنت حتى ما بقاش عندك أمل. الحكومات مع وسائل التواصل الاجتماعي الفيسبوك وجوجل لإزالة ما يلقبونه بأخبار كاذبة، هم بينشروا أخبار كاذبة واللي الرأي اللي ضدهم يسموه هو الأخبار الكاذبة اللي يشيلوها عشان يجملوا اللي بيعملوه، وعصر حرية التعبير انتهى أو ينتهي سريعا. هتقول دليلك الواضح على خطأ الشذوذ، إن إزاي خطية أو غيره، إنه لا مش حرام ومش غصب عنهم والكلام ده، هيعتبروا كلامك خبر كاذب ويتشال. هو مش خبر كاذب، هو مخالف لكلامهم. أصبحنا في عصر الرأي الواحد. الكشف عن برنامج في الفيسبوك يظهر المحادثات الخاصة ل 14 مليون مستخدم، وتتضح بسبب هذه البرامج. أمازون يتضح أن لها معامل سرية بتبحث فيها عن السرطان أو العلاج للسرطانات وأبحاث أخرى، ده من CNBC. أصوات غامضة تحدث في سماء سانفورد وفلوريدا تحير المواطنين، استمرار سماع الأصوات السمائية. اكتشاف نقش على وجه في إسرائيل يعود إلى 2800 سنة، قد يكون رسم لأحد الملوك من الكتاب المقدس. حريق نار يلتهم كنيسة في إنديانا بكل ما فيها تقريبا، وكالعادة ويتكرر نفس الكلام فيما عدا نسخ الكتاب المقدس اللي لم تمسها النار تقريبا. حرق كل حاجة بما فيها التخت اللي عليها الكتاب المقدس، ومحرقش الكتب المقدس، نسخ الكتاب المقدس. اضطهاد المسيحيين اللي زاد جدا، اللي اعتقد ما بقيش حد يقدر ينكره. خبر جيد في البداية للناس اللي بتقول ما بتجيبش خبر عدل. في عصر ترامب أخيرا حد ينصف المسيحيين ضد الملحدين. المحكمة ترفض طلب الملحدين لإزالة جملة In God we trust من العملة الأمريكية. أخيرا أول قرار يطلع من المحكمة ينصف المسيحيين أخيرا. إجبار المسيحيين على إغلاق كنيسة في باكستان، وأنهم لا يمكن أن يكون لديهم كنيسة في منطقة بها أغلبية إسلامية. إيه رأيكم؟ آدي المحبة الإسلامية، ممنوع يفتحوا كنيسة في فيليج فيها الميجوريتي المسلمين. أصبحت عقوبة الإعدام عقوبة رسمية إجبارية للي يتكلم ضد الإسلام في موريتانيا. حياة قس مسيحي في خطر، عمل إيه؟ إرهابي؟ لا. خطف زي بوكو حرام؟ لا. كل اللي عمله إنه قاد مسلمة للإيمان المسيحي. ازاي وازاي بقى لازم يتقتل ويرجع يقولك ما عندناش حد الرد. حرق كنائس وتفجيرات في عملية تطهير عرقي ضد المسيحيين في بورما، صلوا لهم قوي حقيقي، في يعني في موقف لا يحسدوا عليه، صلوا لهم ربنا يكون معاهم يا رب. الحكومة الصينية تدمر مركز كاثوليكي شهير مسيحي، المبنى ده مبني من 1903 ميلادية، الحكومة الصينية في استمرارية حربها ضد المسيحية بتهدم في الكنائس والمباني المسيحية. مستشفيات بريطانيا تمنع الكتاب المقدس بجوار فراش المرضى
بسبب شكاوي الملحدين. يا حرام، ما بيستحملوش يشوفوا الكتاب المقدس وهم عيانين. ايه رأيكم؟ اشمعنى يشوفوا اي حاجة تانية ما فيش مشكلة فيما عدا الكتاب المقدس؟ الملحدين يزيدوا من اعمال العنف بتاعت حرية التعبير، بتاعت الاخلاق الطبيعية، يزيدوا من اعمال العنف والتعبيرات الغير لائقة ضد القصوص المسيحيين. ده من التليجراف. فالملحد يشتم، يقل أدبه، حرية. المسيح يقول الشذوذ حرام والإلحاد خطأ، لا يبقى كراهية. آدي الكلب مكيالين اللي احنا أصبحنا عايشين فيه. طرد زبون من مطعم في إنديانابوليس في أمريكا، ليه؟ عشان بيرتدي صليب كبير في رقبته. ده من فوكس نيوز. طبعا لو كان بيرتدي أي علامة تانية، هلال، علامات شيطانية غيره، مفيش مشكلة، حرية. لا، يرتدي الصليب، لا مفيش حرية، يطرد. الانحدار الأخلاقي اللي أصبحنا فيه. مدرس في صراع لكي لا يرفد، ليه؟ لأنه رفض طلب إدارة التعليم منه أن يلقب الطلبة بأسمائهم اللي عايزينها، خاصة اللي عايزين يتحولوا جنسيا في إنديانا. ده من يو اس توداي. يبقى قدامه ولد والواد مسمي نفسه واتيفر اسم بناتي علشان هو عايز يتحول جنسيا ويبقى بنت، ويبقى مطلوب من المدرس ينده باسم بنت. فالمدرس المسيحي رفض، فالموضوع انتهى في الآخر إن هو من أجبروه على الاستقالة أمس. أيضا مدرب مسيحي يرفض، ليه؟ لأن كل اللي قالوا إن الاحتفال بعيد الشواذ خطية. إزاي وإزاي يقول الكلام ده؟ لكن الشواذ لما يشتموا الكتاب المقدس ويقولوا عايزين نقطع زي تثنية 18 وغيره، حرية. لكن مسيحي يقول بالنسبة لي الشذوذ ده خطية، لا ده مش حرية، ده كراهية، يترفض. آدي الكلب مكيالين اللي أصبحنا فيه. طفل يولد للأسف لامرأة بعد ما تحولت لراجل. فهي كانت ست تحولت لراجل وأصبحت متحولة جنسيا، فالراجل ده خلف. قد يصبح أول طفل بدون أم رسمية. ده من التليجراف. ده اللي احنا أصبحنا في زمن سدوم وعمورة زي ما قال لوقا 21. نيويورك قد تضيف اختيار جنس ثالث وهو جنس إكس في شهادة الميلاد. ها، عايز إيه يا حبيبي؟ ولد ولا بنت ولا إكس؟ ده من فوكس 5. أنا مش عارف إيه اللي أصبحنا في إيه العالم ده. ده اللي فعلا الضلال والظلام اللي ساد في العالم والخطية اللي أصبحت زي سدوم وعمورة وأصعب. عشان كده حقيقي محتاجين نصلي ونستعد ونعد زيت في مصابيحنا، وما أقصدش الموضوع ده، أقصد ريلي معناه روحيا. الظلام بيزيد، محتاجين مصابيحنا الروحية تبقى مضاءة وعندنا اللي يكفي نعبر الظلمة دي لغاية ما يجي العريس. أمين. تعالى أيها الرب يسوع. بالصلاة، بالصوم، بالخدمة أبناء ربنا، نكون أمناء على الوقت، ننقي القلب، الاستعداد بلباس العرس لمجيء العريس. مفيش وقت، خلاصنا الآن أقرب مما كان حين آمنا. اللي مسيطر عليه خطية يتخلص منها الآن. مفيش وقت، ما تأجلش البكرة، ما تقولش لما أخلص الوظيفة ولا الشغل ولا الامتحانات ولا المأمورية ولا المهمة. وقوفك قدام ربنا هياخد قد إيه وقت؟ أقف قدامه الآن زي الابن الضال، أقوم الآن وأرجع إلى أبي. احترس لو ما تمسكتش بالمسيح من دلوقتي. لو الظلام زاد وما كنتش استعديت، قد للأسف ممكن بعض منا يبقى زي العذارى الجاهلات اللي ما كانش عندهم زيت يكفي انتظار العريس. ربنا قال لنا الحاجات دي كلها قبل ما تحصل، ليه؟ عشان واحد ما نخافش، زي ما قال لنا لا ترتاعوا، وزي ما قال لنا معلمنا بطرس الرسول أما خوفهم فلا تخافوه. قالها لنا عشان نؤمن في زمن زاد جدا التشكيك في كتابنا المقدس الدقيق الرائع، لكن بقوا يشككوا في كل كلمة فيه، بل وصلوا من البجاحة بيشككوا في إلهنا نفسه وفي وجوده. وربنا قال لنا الكلام ده قبل ما تحصل، قلت لكم الآن قبل أن يكون، حتى متى كان تؤمنون؟ لأنها ما تنفعش يحصل الحاجات دي في الزمان الأخير يقول لنا عنها الكتاب المقدس وتحصل فعلا بالصدفة مع بعض. الحاجة الثالثة والمهمة عشان حياة الاستعداد، زي ما قال لنا إنجيل لوقا 21، ومتى ابتدأت هذه تكون، فانتصبوا
وارفعوا رؤوسكم، ارفع راسك لفوق لأن نجاتكم تقترب، لأن ربنا عارف الزمان ده هيكون إزاي العالم بيتفنن يسرق وقتك، يحطك في مشغوليات كتيرة ما تنتبهش تقف قدام أبوك السماوي وما تستعدش لأبديتك معاه. افرحوا، عريسنا قرب يجي. لكن برضو خلي بالكم، الشيطان عارف، وعارف إن ليه زمان يسير وبيشتغل بقوة، عايزنا نفقد سلامنا وما ناخدش الأكاليل اللي وعدنا بيها الكتاب المقدس، وعايزنا نفقد الوزنات اللي ربنا اديها لنا، وزنة الوقت وغيره. استعدوا، كل يوم في 150 ألف شخص بيموتوا. ربنا يحافظ عليكم يا رب جميعا ويديكم طول العمر. أنا مش عارف هكون إمتى منهم. المسيح قرب، اصنعوا ثمار تليق بالتوبة اليوم مش بكرة، تبدأ من الآن. واللي ما بدأش لسه يعرف ويقيم علاقة قوية مع ربنا ويقدم حساب على كل اللي حصل معاه ويبدأ حياة روحية جديدة الآن. استعدوا لاستقبال العريس. أمين تعالى أيها الرب يسوع. ربنا يبارك حضراتكم.